ترحم على أميمتي. حاجة الأولى نختم القرآن ونفرح أميمتي في الجنة، هذه هي الهدف نتاعي. غير المدرسة هذه ما شاء الله، يعني نهار الأول كما جينا الحمد لله، كما جيت هاني مشيت الحمد لله في الحفظ هذيك، لو كان ما جيتش المدرسة هذه ما نمشيش يعني في القرآن، والله غنقرا وحدي يعني، وهكذا كون نعرض للشيخ والحمد لله، والله يعني الحمد لله. ومن جهتهم أكد المشرفون على خير الدين اجتهاده وحرصه على ختم القرآن، وكذا حسن سيرته بالمدرسة القرآنية مع أقرانه من التلاميذ، فهو مثال حي لهم في التحدي في الحفظ والوفاء لذكرى الوالدين. بالنسبة للطالب بوعلاق خير الدين، من خير طلبة المدرسة القرآنية ومن فئة المكفوفين، يحفظ حاليا في 23 حزب، وهو طالب متميز نشهد له اجتهاده و